بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين. أما بعد يا أحباب، نقدم لكم استراتيجية الأكواب الورقية. هذه الأكواب بها 6 كلمات من درس رحلة حبة قمح. المقصود من هذه الاستراتيجية تنمية مهارة القراءة بالحركات. هنا في هذه الأكواب كوب به نجمة، من سيحصل على النجمة سيأخذ جائزتين إذا قرأ الكلمة صحيحة. الآن مجموعة أبو بكر الصديق 6 أفراد يخرجون هنا. حرك الأكواب، اترك الأكواب، اتركها اتركها. حرك كل تلميذ يفتح الكوب ويقرأ الكلمة. الملمسي. نجمة معك يا أمير. انتظر 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 انتظر. الفلاح مع النجمة. خذ جائزة. هدوء، نرجو الهدوء. خذ جائزتين. العجين، خذ جائزة يا ياسر. نواف، ما كلمتك؟ تفضل. ناعمة. صفراء. صفراء. تفضل يا عبد العزيز. الأرض. تفضل يا فهد. واحدة بس، جائزة واحدة فقط. أمير، جائزة واحدة. أنا طيب، أسرع يا فهد، أسرع يا فهد. جزاك الله خير يا عبد العزيز على الجوائز القيمة. الآن نعيد الكلمات. هنا كلمة ناقصة. مشعل محروم من المشاركة لهذا الصوت الذي فعلته. فراس ورائد، رائد أيضا محروم. تعال يا عزام، تعال يا ماجد، تعال يا راشد. ياسين. منصور. حرك الأكواب، اتركها اتركها الآن، اتركها اتركها. الكل يغمض عيني لأن بعض التلاميذ يعلمون النجمة. اترك يا ياسين. كل تلميذ يأخذ كوب. أنا أخذتها. تعال يا عزام، واحد واحد. أنا أخذتها. لا كده خطأ. العجين. العجين. نجمة. لا خلاص، لن تأخذ النجمة، ستأخذ جائزة واحدة لأنك كانت في يد راشد. ما الكلمة؟ ما الكلمة؟ الفلاح. خذ جائزة واحدة. لا خلاص. العجين. خذ ناعمته. خذ الكوب المتبقي. خذ جائزة. عندك كلمة متبقية. الملمسي. أحسنت يا ياسين. الأصفر. ها؟ اقرأ اقرأ جيدا. اقرأ جيدا. ما كلمتك يا ماجد؟ صفراء. ما اسمها يا ماجد؟ الأرض. تفضل. أسرع يا ماجد. يا فراس، ضع الكلمات هنا. ستشارك يا سعيد. يا رعد، تعال تعال يا مشعل، تعال يا منصور، يا سعيد. بقي 3 تلاميذ فقط. كل تلميذ يأخذ كوب ويقرأ الكلمة التي توجد بداخله. نجمة. الفلاح. عندك نجمة؟ نعم. خذ جائزتين يا سعيد. صفراء. تفضل يا رائد. هيا يا مشعل. عجين. العجين. العجين. تفضل خذ جائزة. إلى هنا نكتفي بهذا القدر.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.